الأستاذ مصطفى خلف المحامي؟ أيوه مباحث المخدرات. الشنطة دي بتاعتك؟ أيوه فتح. تسمح لنا بتفتيشها؟ معاك إذن نيابة؟ أيوه اتفضل. واضح إنكم عاملين حسابكم. الشنطة فيها أوراق مهمة وفلوس. تسمح لي أفضي محتاط الشنطة بنفسي؟ اتفضل. دي أتعاب القضية اللي كنت بترافع فيها. وده جلابية وفانيلا ولباس يمكن كنت هبيت. ده شبشب. وده علف القضية. ودي حتة حشيش مالهاش دعوة بيها. المرة دي غصب عننا والأول مرة هنتعاون فيها مع بعض. إحنا عندنا 20 حالة وفاة وإحنا 5. يعني كل واحد مننا هياخد 4 حالات، موافقين؟ مفيش حل تاني. ايوه بس اياك محدش ينط من ورانا على اهالي الاولاد وياخدوا منهم توكيلات. احنا هنحدد الاسماء اللي هياخدها كل واحد. في ناس كده عندها اساليب مش مظبوطه. خيري احنا هنختلف من اولها؟ طب يا جماعه والمصابين؟ المصابين ما بيجيبوش همهم والتعويض بتاعهم قليل. يمكن حد فيهم يموت، انا سمعت ان في اصابات خطيره. المصابين هيتوزعوا بينا هم كمان. ودول هيتوزعوا ازاي؟ بالقرعه، انا رايي بالقرعه. سامي انا اخطات مع بعض. مصطفى احنا هنعك من اولها. يا سامي بتختار اللي انت هتحتاجه. هنوزع بالقرعه. لا المصابين هيتوزعوا بالقرعه لكن الميتين لا. مش بقول لك في ناس عندها اساليب مش مظبوطه. والله انا عملت تحريات واخترت على اساس التحريات دي، لو فيكوا حد عمل زي ما انا عملت انا مستعد اتنازل له. يا اخوانا مش هنختلف، حسونا بيت دمنهوري جاي دلوقتي مندوب على شركات التامين عشان يتفق معانا. هيتفق على ايه؟ هي مش نسبتهم بتروح لهم لغايه عندهم؟ عايزين يزودوا نسبتهم في القضيه دي بس 20%. دي سرقه علني. يعني اللي بنعمله ده اللي بنعمله ده مش سرقه سخيري. بطل هبل وحتبوك. المهم اذا كنا هنشترك مع بعض يبقى لازم تترفع قضيه واحده. واحد مننا يرفعها والكل يخش معاه متضامنين. لازم نستغل الضغط الاعلامي اللي هيحصل ونتحرك كلنا في اتجاه واحد. هنطلب تعويض 1,000,000 جنيه على الاقل. هنختصم كل الجهات اللي لها علاقه بالموضوع ولو من بعيد. هنعمل ضجه. دي قضية مش سهلة مش عادية، هنستخدم بقى فيها كلام كبير قوي زي شباب مصر المستقبل وثروة مصر القومية. مين بقى اللي هيرفع قضية؟ هو حد يضرب حغير يا طربش. ادخل. يا صباح الفل والياسمين. اهلا حسونا بيه. اهلا 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 يا فندم. اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندم. يا اهلا يا فندم يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حيد الله. لا اله الا 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 الله. ابو ميت طول عمره بتصرف على 3 عيال تانيين من معاش ابوه. شوف شغلك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بس عشان تسد عندك ده. التوكيل جاهز وبكره هنسجله في شهر العقار. الاولاني بصوت على النبي. مش هينفع تروح العزا كده يا ريس. ليه يا ابني؟ ما انا حلقتي دقن اهو. شعرك؟ شعري ماله شعري؟ سلام. صغري ما بحبش حاجتين، الحمى والحلاقه. في حاجه كمان. ايه؟ البدله. مالها البدله يا ريس؟ انت راجل محترم ومحل ثقه، وبصراحه بقى البدله دي عمرها الافتراضي خلص من زمان، ما يصحش تروح بيها. خليك حلو يا زكي. ده اللي انت فالح فيه. اطلع يلا. ما تنساش الكرافته السوداء والجزمه السوداء والشراب الاسود عشان ليلتنا تبقى بيضه.
هو. متأسفين يا جماعة. لا عفوا. الباقي في حقكم. وسع الباشا يا جدع، وسع الباشا. باشا وسع. اتفضل يا باشا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي انت راجل مؤمن والمؤمن صاب. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. ربنا عوضك خير ان شاء الله. لا يفحلك يا باشا، حياتك الباقيه يا استاذ. شد حيلك اخويا، شد بالله، خليك مؤمن وبهر. ده مصاب البلد بحالها، نعمل ايه؟ ربنا على المفتري، والله ما هينجحوا ولا هيشوفهم. طيب منتهى الاستهتار والاستهانه بارواح الناس. البني ادم بقى ارخص حاجه في الحياه. انت قريب المرحوم الرجاء؟ ايوه استاذ، انا عمها. مين سيادتك؟ انا فاعل خير. امسك ده، مبلغ بسيط يمكن يساعد. ايه ده اللي بتعمله ده يا استاذ؟ ما انت عارف المصاريف والظروف الايام دي، وبعدين ابو البيت راجل على قد حاله ورزقي، هيجيب منين؟ والله الحاله كمان بقت ضنك. قول لي انتوا ناويين تسيبوا دم البيت كده يروح حضر؟ لا، النيابه بتحقق. نيابه ايه وحكومه ايه يا راجل؟ انتوا لازم ترفعوا قضيه وتاخدوا تعويض، هيبقى موت وخراب ديار. تعال تعال معرفك بالراجل الانسان الطيب اللي ما قدرش يستحمل الخبر، الراجل اللي فاتح بيته ومكتبه للناس الغلابه، يقف جنبهم وياخد حقوقهم. اهلا وسهلا، شكر الله سعيكم يا استاذ. مصطفى بيه خلف، اكبر محامي في البلد، واهب نفسه للحكايه دي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذنا. الناس دي غلابه، غلابه قوي يا مصطفى بيه، وعايزين اللي يقف جنبهم ولا تحت امرهم. والله بس سعادتك عارف الظروف يعني. ما تشيلش هم، ما تشيلش هم يا اخويا، مصطفى بيه مش هياخد ولا مليم في القضيه دي. دي قضيه انسانيه. اصله مرشح نفسه في مجلس الشعب عشان يتصدى للفساد وافساد في هذا البلد، وبصراحه هو عامل ده لاهل دايرته بس. والله اذا كان كده يبقى مفكر. تفكر في ايه يا راجل؟ تفكر في ايه؟ بقول لك مش هياخد اتعاب وهيجيب لكم تعويض كمان، دي مساله محتاجه تفكير. خد امضي التوكيل من ولي امر التلميذه. امضي. بقول لك ايه؟ اقرا براحتك هناك، يلا مش فاضيين.